صوره صوره هاي ميسان الأمني هذا أبو الشهيد واجي هاي العمارة الأمين أبوي محافظة تايها الله وديكم حكومة ما تحمر واحد إيش قد بنادق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة مشاهدينا الكرام أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة الموضوع اليوم مشاهدينا الكرام عن الانفلات الأمني في محافظة ميسان بشكل خاص وفي عموم محافظات العراق بشكل عام نتحدث عن الخروقات الأمنية التي تحدث بين فترة وأخرى وخاصة في ظل الأحداث المتسارعة في محافظة ميسان التي أثبتت ضعف هذه الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال على إدارة الملف الأمني وكذلك ضعف الأجهزة الأمنية أمام العشائر وسلاحها والميليشيات وسلاحها وتجار المخدرات وسلاحهم وفرق الموت وسلاحهم وغيرها من هذه الجهات التي تحمل السلاح خارج إطار الدولة والقانون رغم كل الوعود الحكومية على مدى سنين متعاقبة من حكومات مختلفة بأشخاص مختلفين قالوا ووعدوا بحصر السلاح بيد الدولة لكن كل هذه الوعود لم تنفذ ولم تحقق ولا تزال هذه الأسلحة منتشرة في عموم المحافظات العراقية خارج سلطة الدولة بل تهدد حتى الدولة بحد ذاتها سريعا النائب عن محافظة ميسان أو نائب محافظ ميسان وائل الشرع قال إن بعض العشائر تمتلك سلاحا يفوق سلاح الدولة وهو ما يؤدي إلى خطورة كبيرة في الوضع الأمني في المحافظة أضاف أيضا أن السلطات في ميسان تطرح في كل لقاء مع الحكومة في بغداد هذه المشكلة دون أن تجد أي حلول من الحكومة بيّن أيضا نائب محافظ ميسان أن الأمر يحتاج جهدا حكوميا لإبعاد خطر السلاح الذي وصل لاستهداف أكبر المؤسسات الحكومية لماذا تقف الدولة عاجزة أمام هذا السلاح؟ أليست هذه الحكومات صاحبة الجهد الاستخباراتي والعمليات النوعية والطيران والدبابات والمدفعية الثقيلة والأفراد والمقاومة إذا كانت تملك كل هذه القوات لماذا تعجز عن حصر السلاح بيدها؟ إذا كانت تتباهى وتتحدث عن الأبطال وعن العمليات النوعية والاستباقية والأوكار الإرهابية ودحر الدواعش وغيرها من هذه الأمور إذا كانت هي بهذه القوة وإذا كانت بعد إنفاق أكثر من 150 مليار دولار تسليح على المؤسسة العسكرية وأكثر من 35 دولة دعم دولي بالطيران وبالتدريب والخبرات العسكرية لماذا تعجز عن حصر السلاح بيدها؟ لماذا شاهدنا قبل بضعة أيام القاضي أحمد الساعدي تم اغتياله قاضي طبعا مسؤول عن قضايا المخدرات تم اغتياله في محافظة ميسان عن طريق من يستقلون الدراجات هل نفعكم أيتها الحكومة قرار حظر استخدام الدراجات النارية؟ هل أوقف هذا القرار عملية الاغتيال والتصفية والتفجيرات التي حدثت بين فترة وأخرى؟ تم استهداف قاضي المسؤول عن قضايا المخدرات بأكثر من 15 رصاصة اخترقت جسده وقتلته على الفور ألا يعتبر هذا تهديد واضح ومباشر للدولة وما يسمى بهيبة الدولة وسلطة الدولة والقانون إلى متى ستبقى هذه الحكومات صامتة بهذه الطريقة عاجزة عن مكافحة الإرهاب الإرهاب لا يتمثل فقط بالتنظيمات المتطرفة الإرهاب موجود في داخل العراق موجود في الأماكن التي لم يدخلها داعش ولا للحظة المحافظات الوسطى والجنوبية مليئة بالإرهاب إرهاب تجارة المخدرات ومافيات المخدرات إرهاب الميليشيات التي تنضوي ضمن هذه السلطة إرهاب فرق الموت والاغتيالات الأحزاب أحزاب السلطة وحتى إرهاب الدولة بالقوى الأمنية الموجودة التي ارتكبت انتهاكات أو على الأقل لم تستطع حماية العراقيين
من خطر الميليشيات وغيرها. مشاهدينا الكرام، مصادر أمنية أفادت في محافظة ميسان بحدوث اشتباك وتبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة القوات الخاصة لعدد من القرى التابعة لقضاء قلعة صالح وتنفيذها أوامر قبض صدرت بوقت سابق ضد مطلوبين. ذكرت المصادر أن القوات الأمنية باشرت بعمليات تفتيش ومداهمة في قضاء قلعة صالح وبعض الأحياء السكنية ضمن قضاء العمارة للبحث عن مطلوبين وتفتيش منازل. طبعا هذا الموضوع يعني يؤكد أن هناك قوة قوية وسلاح قوي، وكما قال نائب محافظ ميسان يضاهي ما تمتلكه الدولة من سلاح يقف أمام هذه الدولة. إذن هل تستطيع حكومات الاحتلال أن تجابه وتوقف هذه الجهات إن كانت عشائر أو ميليشيات من امتلاك هذا السلاح ومن تهديد الأمن والسلم المجتمعي في داخل العراق؟ معنا اتصال السيدة أبو فاطمة من النجف، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الأخوة. الله حياك الله أخي الكريم. بداية أن هذا التدهور الأمني ليس فقط في ميسان، وإنما من زاخو إلى البصرة، ومن مندلي إلى القائم. العراق كله متدهور أمنيا، هذا شيء لا يشك فيه عراقي واعي وأصيل من العراق. ما هي أسباب قتل هذا القاضي الشهيد المسكين؟ هي المخدرات. المخدرات أصلها إيراني. إيران هي التي أدخلت هذه الفوضى من المخدرات والعصابات والميليشيات والسلاح وكذا. محصورة الآن في جرف الصخر، إنتاج المخدرات معروفة، زراعة الخشخاش وغيرها. هذا معروف. فإذا لابد من تجفيف منبع المخدرات. السفارة والقنصليات الإيرانية هي التي تمول هذه المخدرات، هي التي تريد أن تثير هذه الفوضى في العراق، حتى تصبح الإنسان العراقي إنسان يصبح غير منتج، إنسان مخدر، إنسان مجرم، إلى آخره. هذه هي فوضى إيران. هذه حتى في إيران نفسها نفس الشيء. فإذا أخي كما تفضلت أنت، هذه الميزانية الكبيرة التي تصرف على القوات الأمنية، إذا ما هي فائدتها؟ إذا أوقفوا هذه الميزانية، أعطوها للناس الفقراء خل تأكل وتعيش فيها. ما هي فائدتها؟ أخي القضية معقدة، والقضية شيء متداخل في شيء، حتى القوات الأمنية منهم من مرتبط في العمالة مع إيران ويعرفون جيدا عندما يتم مداهمة، ترسل لهم أخي ترسل لهم أخبار يعني أنه ستأتي جهات اعتقال أو مداهمة أو كذا، هذا الشيء معروف. طيب حتى لو ما معروف، تعرف يا سيدة أبو فاطمة، اليوم إذا قررت قوة أمنية مداهمة منطقة مثل ما حدث في قلعة صالح، قضاء قلعة صالح في محافظة ميسان، ردت الجهات المقابلة إن كانت عشائر، وسنتحدث بعد قليل ونذكر بعض الأخبار التي تؤكد هذا الكلام، إن كانت عصابات تجارة مخدرات، إن كانت ميليشيات، ومن يجرؤ على مداهمة ميليشيات. لكن عندما تحدث هذه الأمور ترد، ولا تحتاج حتى أي إخطار هذه الجهات، ترد وتمنع هذه القوة الأمنية وتدفعها إلى التراجع، ولا تستطيع هذه القوة الأمنية جلب قوة أكبر، لأن الموضوع سينتهي باتصال هاتفي. الدولة كيف تسير؟ من الذي يستطيع أن يسيطر على الوضع الأمني في العراق؟ نعم أخي نعم، يعني المشكلة أيضا هو في هذا الدستور، هذا الدستور الطائفي، الدستور الذي هو يعني يساعد هؤلاء المجرمين على القيام. يعني احنا نريد، هل هنالك قانون يحظر السلاح على الناس يجرمهم؟ احنا قبل 2003 كنا يعني نعرف انه لا يجوز للشخص ان يحمل سكين. هذه معروف. اذا اخي القضية متعمدة، القضية يعني اين وصلنا؟ هل الى يمكن كولومبيا يعني اكثر امنا من العراق؟ في الولايات المتحدة نفس الشيء، لا 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 يتم حظر السلاح وتنتج جرائم. فاين القانون؟ لماذا لا يتم اصدار قانون تجريم اصحاب الذي يعني عنده حوزته مسدسات كاتمة للصوت، عندما تم قتل الكثير من النشطاء في ثورة تشرين الى يومنا هذا؟ يريدون أخي القضية متعمدة في أن يستمر هذا المسلسل الإجرامي والتدهور الأمني، لأن يخدم المجرمين في إيران، يخدم المجرم خامنائي.
هؤلاء هم خريجيون معروف خامنئي خريج سجون ومعروف انه كان يتاجر بالمخدرات. هذه طيب. اخي هذه سياسه المافيات وسياسه الاجرام ستستمر اذا لم يقوم يعني العراقيون كقومه رجل واحد ويكونون ان ترجع لابد ان ترجع ثوره تشرين من جديد كم تم تهدئتها لنصل الى هذا الوضع المتدهور والمؤسف. وصلت الفكره سيد ابو فاطمه، اشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركه. قبل ان نكمل مشاهدينا الكرام نود التذكير ان قناة الرافدين انتقلت للعمل بنظام بث HD ابتداء من تاريخ الأول من شباط فبراير من هذا الشهر، ومن يشاهدنا الآن بصورة غير مكتملة بصورة صغيرة على الشاشة يرجى منه إعادة ضبط جهاز الاستقبال مرة أخرى على نفس التردد 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات طبعا، وستظهر له قناة الرافدين بنظام الـ HD. وأيضا نذكر أن العمل بنظام الـ SD سيتوقف في تاريخ 28 من شباط فبراير هذا الشهر، لذا اقتضى التنويه ويرجى الانتباه من حضراتكم حتى تشاهدون القناة بصورة أوضح وبشاشة كاملة. معنا السيد أبو عراق من الفلوجة، تفضل يا أبو عراق حياك الله. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالنسبة للانفلات الأمني، أولا سبب الميليشيات والعصابات. لو أكو قانون يردع هاي العصابات ما صار انفلات أمني، لو أكو قضاء عادل ما صار انفلات أمني، كان العالم قامت تخاف. بس عمي هاي العصابات المخطط مالها ان هي تهيمن على العراق. ماكو يعني نجيك مصطفى الكاظمي اللي قصفوا بيته ما قدر يحرك ساكن اي شيء. عندك المناطق جرف الصخر الدياله، هاي لو اكو قانون يا استاذ محمد الله يخليك، لو اكو قانون والعالم تخاف من الحكومه كان رجعوا العالم، كان غير الامين. بس هذا المخطط مدروس من 2003 ولحد الان. او اول شيء استاذ محمد يقضون على الاقتصاد العراقي، طلع لي هسه يا صناعه عراقيه، شو احنا كلنا نستورد منهم؟ شنو اللي مسيطرين عليهم؟ ماكو عمي استاذ محمد الله يخليك. طبعا احنا لما نتكلم يا سيد ابو عراق عن ميسان هي مثال، لكن القضية عامة، القضية اليوم قضية الانفلات الأمني عامة في العراق، ليس فقط في محافظة ميسان، موجود في الأنبار، موجود في صلاح الدين، في نينوى، في ديالى، في وسط وجنوب العراق، في بغداد. القضية قضية عامة. نتساءل إذا هذه السلطة، مثل ما طرحت السؤال قبل قليل، سلطة أنفقت بحسب تقاريرها أكثر من 150 مليار دولار تسليح من 2005 أو 2003 إلى 2019، صفقات سلاح وتدريب، والتحالف الدولي يدرب بيهم، ويقولون إيران تدزلنا مستشارين يدربون بينا، يدربوهم على شنو يا أبو عراق؟ إذا هم مدى يقدرون يحمون الناس وما يقدرون يحمون الحكومة والموظفين الحكوميين والضباط الحكوميين، يقدرون يحمون مواطنين؟ أستاذ محمد الله يخليك، على التدريب يدربون المافيات العصابات. استاذ محمد الله يخليك، وين 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 اكو سلطه بالعراق؟ الله يخليك، احنا ما نتكلم بس على الميسان، نتكلم على كل المحافظات العراق. انفلات امني، خوف ماكو، ردع ماكو يا استاذ محمد. ولا لو اكو خوف مو تجيك عصابه ميليشيات تستعرض امام الحكومه، هاي اذا اكو حكومه ماكو استاذ محمد الله يخليك. انفلات امني والله، واني اخذها من عندي، العراق الى أسوأ بعد. العراق الى أسوأ، ما زول الشعب ساكت. انا هسه ادق باللوم مو على الحكومه استاذ محمد ولا تزعل علي، ادق باللوم على الشعب. يعني الشعب انت الا ما تبقى ساكت يا شعب وتدبرنا عمي،
وتدمرنا وتأذينا كافي عاد. اشكرك يا ابو عراق من الفلوجه، شكرا جزيلا. ويانا عامر من كربلاء، تفضل يا سيد عامر، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هي هذه سبب الميليشيات المتمردة، هذه كل هذه الفوضى العارمة منذ 2003 لحد الآن بسبب هذه الميليشيات المتمردة. نعم. فقدنا الاتصال ويا السيد عامر من كربلاء للأسف، أرجو منه يعاود الاتصال مرة ثانية. أبو مصطفى من المثنى، تفضل يا أبو مصطفى. السلام عليكم أخي العزيز. وعليكم السلام وعلى ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حبيت أنه أشارك بهذا الموضوع، حقيقة الموضوع خطر بالنسبة للإنفلات الأمني والعصابات اللي تجوب البلاد من شمال إلى جنوب. نعم. بالعمارة كما هو معروف، العمارة الآن أصبحت بؤرة لتجارة المخدرات والعصابات والميليشيات والقتلة. يعني احنا ما شاهدنا على مر الأزمنة والعصور انه قاضي يحمل القانون يقتل في دم بارد امام المحكمة. زين المواطن الفقير شو وين راح يتوجه؟ وين راح يروح؟ فعليه احنا نطالب انه ما بعد ما طلباتنا ماكو، نريد نطالب انه خروجنا من العراق. حقيقة العراق اصبح بؤرة للارهاب وقتل الموجودين. النظام اصبح على حافة الهاوية حقيقة. وكما اراد ان يسقط على النظام سوف يقومون ب هل من المنطقي انه يعني طبعا انا اتفهم الوضع اللي انتم بيه، لكن هل من المنطقي انه ترويج لفكرة تعالوا نعوف العراق لذولا، لو بما انهم على حافة الهاوية خلنا ندفعهم ونخلص منهم؟ شو نخلص منهم يا اخي؟ ميليشيات وقتل مجرمين، مجرمين واسلحة. وازيدك من الشعب ديت، حتى شيوخ العشائر ايضا تحالفوا وياهم من اجل الاموال، واصبحت مقرات ومضايف العشائر عبارة عن مقرات الأحزاب والميليشيات. يعني وين بتوجه؟ يعني عندي سؤال، عندي يعني سؤال سيد أبو مصطفى. نور المالكي معروف وما يحتاج احنا نقول من هو نور المالكي وشنو تاريخه، لكن أحدث تصريح له وهي تغريدة نشرها على في موقع تويتر على قضية ميسان واللي دا يصير بمحافظة ميسان، شو يقول؟ يقول ما تقوم به جهة يعرفها جميع الأطراف، أو تعرفها جميع الأطراف، يعرفها جميع الأطراف، صارت متمادية في استباحة الدماء وانتشار الجريمة، يستلزم من كل الفعاليات الاجتماعية والعشائرية مؤازرة الأجهزة الأمنية في محاربتها ومحاسبتها. يعني يقول أن هناك جهة يعرفها الجميع. طيب ليش ما يقولون من هي؟ لماذا لا يفصحون عن الجهة التي تقف خلف هذا الإرهاب، خلف هذه الفوضى، خلف هذا الدمار؟ ليش كلهم يقولون الجنات نعرفهم بس ما راح نقول، أو وبعدين نكشفهم، أو وصلنا إلى معلومات وما يفصحون عن نتيجة هذه المعلومات؟ عزيزي كلهم مرتبطين، كلهم مثل الاخطبوط، كلهم عندهم عصابات وميليشيات. الآن أصبحوا ناس تصفي ناس، واللي واقعين فيها الشعب العراقي. تغريدة هذا المالكي المجرم المالكي طبعا هي مباشر، اتهام مباشر للتيار الصدري. التيار الصدري يقتل من العصائب، والعصائب يقتل من جسمه، واحنا ضالين بين المطرقة والسندان، الشعب العراقي الضحية بين فلان وعلان. نعم. من هؤلاء الأوباش عندهم أسلحة وعندهم ميليشيات وعندهم قوة بالشارع. لا تقدر تطلع عليهم، لا حكومة وكذب، هذا مال حكومة وشرطة يخافون، الله وكيلكم محمد كفيلك، يخافون يطلعون عليهم، يخافون تنفيذ الأوامر. الآن على سبيل المثال راح أعطيك بس مثال بسيط. الآن في محافظة المثنى الآن ملاحقات ليل النهار على الناشطين والمتظاهرين السلميين. ليش؟ يعني عجيبة، يعني الاستخبارات الأمن الوطني يعني تقوم الدنيا. ليش ملاحقات مع ليش ملاحقات للسلميين يا أبو مصطفى؟ للسلميين هو هذا، هي هاي يجي صفون السلمية، يجي صفون شكو إنسان وطني حتى تبقى الساعة إلهم. يعني هل يعقل أن قوة الدولة تظهر على السلمي البسيط الذي خرج ليطالب بحق مشروع كفله له
هذا الدستور. اخي العزيز انا جاي اتكلم وياك واحنا الان مطاردين، الا نعم. اقول لك شيء يعني احنا الان مطاردين من نعم. بيت البيت نعم. يعني ما شو اقول لك يعني من امن محافظه، يعني جاي اقول لك انا امن محافظه محافظه المثنى امن محافظه وش جاي يصير مطاردات فيها نعم. زين كيف ما بالك في منطقه في الفلوجه في دياله نعم. في الرمادي في في المناطق البقيه البصره غيره غيره. طيب سؤالي الأخير لك يا أبو مصطفى، سؤالي الأخير لك حتى أنتقل إلى متصلين آخرين، بس أريد منك إجابة مختصرة لو سمحت. اليوم لما نشوف أنه الصراع صراع ميليشياوي حكومي عشائري حكومي وصراع فوضوي وهناك انفلات أمني واضح، لما يجي مقتدى الصدر أو المحسوبين على السنة أو من اللي يسمون نفسهم فازوا بالانتخابات وحيشكلون الحكومة، ذولا اللي كل واحد منهم عنده أو عليه شبهات أو تربطه أو يرتبط بشبهات فساد كبيرة أو بقضايا فساد أو جرائم وانتهاكات وغيرها، هل يستطيع هؤلاء أن يصلحوا الوضع الأمني في العراق؟ أهم شيء، أهم نقطة يعاني منها العراق هي الانفلات الأمني والانهيار الأمني، هل يقدرون ذولا يعالجون المشاكل والمسائل الأمنية؟ حقيقة هذا ضرب من الخيال، هذا حلم احلام العصافير جاي. هم اخي هم سبب اللي الدمار اللي جاي يصير، هم سبب الميليشيات، هم سبب العصابات، هم سبب الانفلات الامني الموجود، فكيف يصلحون؟ اذا كان رب البيت بالدف ناطرهم فما بالك هم يا اخي، هم اغلبيتهم قتلوا مجرمين من التيار الى الاطار، كلهم اغلبيتهم يا اخي هم. شكرا قتل. شكرا يا ابو مصطفى من المثنى، اشكرك وصلت الفكره. ويانا ناصر من بغداد، تفضل يا سيد ناصر حياك الله. مرحبا استاذ محمد. مرحبا، اهلا وسهلا استاذ محمد. بخصوص الموضوع تعقيب بس عليه، هذا الانفلات الامني اللي يصير، هذا الانفلات الامني اللي يصير بالعراق بشكل واضح من جنوب الى غرب، نعم، يعني سبب القيادات الامنيه تتحملها مديريه الاستخبارات العسكريه استاذ محمد. لأن مديرية الاستخبارات هي موجودة بالعراق حتى تشتق معلومة. نعم. اثنين، اللي ضعف المسؤولية بالعراق هو القضاء. فهسه البارحة سيد رئيس مجلس القضاء ينطي هدية وينطي، على شنو تنطي هدية اللي يخبرني على معلومات؟ مفروض أنت تطلب المعلومات من الأجهزة المعنية. يعني أنا البارحة استغربت على إغراء وأنطي هدية. إذن الأجهزة الأمنية ضعيفة للمعلومات، بعدين هي عامل مساعد لتأجيج الوضع أستاذ محمد. شلون؟ هي تأجيج الوضع، لأن أغلب القيادات الأمنية هي أجهزة من الميليشيات. هذا واضح أستاذ محمد، أنا بغداد واضحة. طيب سؤال حتى 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 تكمل حضرتك الحديث ولا أنسى هذه الفقرة. ذكرت بأنه الجهد الاستخباراتي مطلوب، وهو اللي يدعم المؤسسات، مثلا المؤسسة القضائية بالمعلومات حتى مثلا تصدر أحكام إلقاء قبض وغيرها. احنا ليش قاعد نشوف انه هناك مداهمات وحملات اعتقال وملاحقات تنفذها الأجهزة الحكومية مدعومة بميليشيا الحشد في محافظات عراقية معينة، وتحديدا المحافظات المنكوبة حتى نكون واضحين، في حين أنه هي ما تنفذ هذه الطريقة ولا هذا القانون ولا تتبع هذا الأسلوب ولا تستفيد من هذه المعلومات في وسط وجنوب العراق؟ نعم أستاذ محمد، ولو تفضل إذا تسمح لي. تفضل. كل ما يصير عندنا خلل أو يعني أو خرق احنا نسميه أو اعتداء، الحكومة تقيم بأعمال كيدية من أجل أنه تبييض وجهها. الاستخبارات العادية أحيانا من ينقتل واحد بالجنوب أو بالغرب، شو تسوي؟ الخينا القبض على فلان، عثرنا على عقوة، عثرنا على مسدس، هذه كذب. أنا بغداد أعرفها كذب، حتى تجمل وجهها إحنا تقول ذا نشتغل. الأجهزة الأمنية أجهزة إيرانية خالصة، يعني لا. نسبة إيران داخلة بالأجهزة الأمنية يعني فوق 98%، ما أريد نقول 100%، بس 98% والله العظيم. والوضع بغداد مزري مخجل. نعم. إضافة إلى هاي، فالأجهزة الأمنية هي بالأساس متعاونة ويا القوات الإيرانية. نعم. متعاونة وبشكل واضح، إضافة إلى وجود بعض العملاء
داخل القياده السياسيه اللي احنا نسميها قياده سياسيه، شنو القياده؟ شنو القياده السياسيه؟ اللي السيد هذا العامر وين كان؟ مو بايران؟ عمار الحكيم وابوه وين كانوا؟ مو بايران؟ فهم ايرانيين ينزلون اوامر وان كانت مو بالورق وانما عن طريق الاتصالات السريه. طيب. يعني كل واحد عنده وكلاء وعملاء يتعامل ويا ايران، ينقل مال، ينقل مخدرات، ينقل معلومات. فالوضع الامني بالعراق مخجل ومزري وعيبه يتحمله القضاء. يعني فايق زيدان لما نقلل قلل العقوبه مال المخدرات للمتناول والمتعاطي من مؤبد الى 5 سنين ايش يريد بها؟ اذا هو يريد تفتيت وحده العراق عن طريق منه؟ تخفيض العقوبه. استاذ محمد العقوبه مخفضه. احنا زمن حتى حتى ان وجدت يا سيد ناصر، هل يستطيع فائق زيدان المؤسسه القضائيه الحكومه ان توقف عصابه التجار المخدرات، العصابات التي تاتي بالمخدرات من ايران والتي تصنع المخدرات في داخل العراق؟ قائد شرطه البصره الاسبق رشيد فليح قال بانه 95% من المخدرات التي تدخل الى العراق تاتي من ايران، او التي تدخل تحديدا من البصره تأتي من إيران. طيب هل يستطيع هذا القضاء بخلاف المتعاطين وبعض صغار المتداولين لهذه المخدرات، هل يستطيع القضاء على الرؤوس الكبيرة من تجار المخدرات؟ أكبر دليل أنه هو ربما قد يكون ضعيف هي الرسالة اللي وجهوها عن طريق قتل القاضي. نعم أستاذ محمد إذا تسمح لي، هو القاضي هو متعاون حتى ويا المخربين. متعاون بمن؟ يطلق سراحهم، يخفف العقوبة عليهم. فالقضاء مشارك وفاعل بتأجيج الوضع. أنا لو عندي سلطة أجيب رئيس المحكمة الاتحادية هو والقضاة اليمة أحيلهم للقضاء، أحيلهم للمحكمة. أستاذ محمد القضاء بالعراق فاشل ومتعاطي. لا تشوفه أنت يظهر أنه هو نزيه ونظيف، والله العظيم متعاطون. أغلب الدعاوي أنا أراجع المحكمة الاتحادية، أغلب الدعاوي يتقاضون عليها مبالغ، خصوصا من اخواننا السنه. يعني اخواننا السنه يلزمها المحاميين 20 شده و 30 شده، وعندي اسماء ما اعرف اذكرها. نعم. ما اعرف اذكرها. نعم. مجلس النواب، والله العلي العظيم، عضو مجلس النواب قاضي، واحد الفريق درجه فريق عسكري، هو وهذا النائب يتفقون على ابناء السنه، يطلعه مثلا مو هو مثلا هو ما مسوي شيء، بس يتهموه اتهام كيدي. بعدين يساومون يقول لي طلعت بريء ب 20 شده ب 30 شده، انا ما ارد ابي اسمع. لكن والله العلي العظيم، والله العلي العظيم، الفساد اللي عند القضاة فظيع. طيب. سيد ناصر اشكر حضرتك واكتفي وياك بهذا القدر، شكرا جزيلا لك. طبعا محافظه ميسان يعني غزتها المخدرات بشكل كبير، وهناك ارتفاع بمستوى تجاره وتعاطي المخدرات في داخل المحافظة، خارج المحافظة أيضا، لكن ميسان كما تفضل بعض المتصلين مدينة العمارة أصبحت بؤرة لتجارة المخدرات. أيضا يستفاد من مناطق زراعية، وكنا قد عرضنا تقارير سابقة تحدثت عن مناطق وعن جهات تقوم بحماية وتأمين الطرق لتجار المخدرات وخبراء زراعة المخدرات القادمون من إيران. الجهات التي تقوم على حمايتهم هي ميليشيات ضمن ما يسمى بالحشد. هذه الميليشيات تؤمن الطريق إلى المناطق النائية أو بعض المناطق البعيدة عن أنظار الأجهزة الحكومية، بعيدة عن أنظار الدولة، ليتم زراعة المخدرات فيها، ليتم إنشاء مصانع فيها، ليتم ترويج وبيع المخدرات وإنتاجها، تصديرها خارج العراق، أو حتى الاحتفاظ بها للتوزيع داخل العراق. هذه تقارير دولية أكدت هذه المعلومات. فربما قد تربطون أنه لماذا يتم تصفية قاضي مسؤول عن قضايا المخدرات، ومن يجرؤ على أن يقوم بهذه الأفعال؟ اربطوها مع الجهات التي تهدد الدولة، التي اعتدت على أو حاولت اغتيال رئيس الوزراء، التي حاولت اغتيال رئيس الجمهورية، التي تتبجح بقوتها والتي تقول بأن قوتها تضاهي قوة الدولة. هذه الجهات معروفة في العراق، وأنتم لكم الربط فقط لتصلوا إلى النتيجة، من الذي يحمي تجارة المخدرات، ومن الذي يروج أو يدعم هذه التجارة في داخل العراق. خلونا نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن بعده نعود، ابقوا معنا.
لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. تحدثنا في بداية الحلقة عن الانفلات الأمني في محافظة ميسان، الانهيار الذي كشف ضعف هذه السلطة أمام الميليشيات، عصابات المخدرات، العشائر. نأتي هنا إلى جزئية العشائر في حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا الكرام. هذه الجزئية مهمة للغاية، لأن اليوم العشائر بحسب نائب محافظ ميسان يؤكد بأن لديها سلاح يضاهي قوة الدولة. السؤال هو، هل هذه هي وظيفة العشائر في العراق؟ لماذا تحولت العشائر اليوم إلى عبارة عن قطاع طرق، ميليشيات يتناحرون فيما بينهم؟ طبعا ليس كل العشائر، نحن نتحدث عن جزء، لكن جزء كبير موجود في محافظات العراق، يتناحرون فيما بينهم، يسلكون طريق أو يتخذون الدقة العشائرية باب استرزاق لهم وبابا لجلب الأموال عن طريق التبلي على الناس وإثارة المشاكل، ويقفون أمام الدولة بسلاحهم. هل هذه هي العشائر العراقية؟ ما دور بقية العشائر التي ابتعدت عن هذا الخط السلبي؟ ما دورها في تقويم هذا الوضع؟ ما دورها في إصلاح هذه الأخطاء؟ إذا كانت الحكومة عاجزة، فأين هو دور، أو ما هو دور العشائر إذن في تقويم المجتمع، خاصة وأن العراق بلد مجتمع قبلي والعشائر لها دور في، طبعا معروف دور العشائر العراقية عبر التاريخ في الثورات، في الوقوف أمام الظالمين وغيرها من هذه الأمور، وفي تقويم الأوضاع السلبية. لماذا إذن لا نرى دور للعشائر العراقية في الوقوف أمام هذه المحاولات السلبية لتدمير العراق بشكل كامل عن طريق السماح بالفوضى لأن تنتشر، ولا يوجد نظام رادع ولا يوجد قانون يقف عائقا أمام هذه الميليشيات أو بقية العشائر التي اتخذت نفس الطريق؟ معنا عامر من كربلاء مرة أخرى، تفضل يا عامر، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السلاح المنفلي جدا كلها القبائل. سيد عامر، أنا مدى أسمعك، أرجو منك المعذرة، حاول الاتصال مرة أخرى وتعلي صوتك يا ريت، أو تغير مكانك إذا تقدر لأن الصوت غير واضح. أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أخي العزيز؟ حياك الله، حياك الله أبو عبد الله. أبو عبد الله من صلاح الدين. حياك كل الهلا. أنت تدور على العشائر، أكو عشائر عندنا، عشائر بالجنوب، أهلنا وتاج راسنا، العشائر الطيبة بالجنوب. أي. أكو شيوخ قام يسوي نفسه شيخ، هو مو شيخ. أي. هو مو شيخ، هو شغلته ماكو، يجي طب طلبة ياخذ إلى حصة ربع ويمشي. نعم. هاي مو عشائر، هاي الشيوخ الأشراف ما يقبلون بها، والشيوخ الطيبين مع احتراماتي كل الشيوخ العرب طيبة وكل القبائل طيبة. هاي ما حد يقبل بيها. نعم. بس اكو ناس قام يقول لك انا شيخ، ما يركب امه شيخ، ما يطلع شيخ، يطلع لا مقطع الطرق. نعم. زين، وانت جبتها على القضاة، القضاة افسد خلق الله القضاة، اذا فسد الشرع اما القضاة. نعم. لان القضاة يقول لك القاضي والملا، القضاة هم ملح البلد، فكيف الى الملح افسد؟ يعني هو القاضي فاسد. يعني الشرطي شو يسوي؟ نعم. سيد أبو عبد الله، سؤال لو سمحت. اليوم لما نشوف الدولة فاقدة للسلطة والسيطرة على الوضع في محافظة ميسان، وخبراء أمنيون يؤكدون أن محافظة ميسان ساقطة أمنيا، يعني فلت الوضع تماما. طيب، من اللي يقدر يعيد لكافة المحافظات العراقية وليس فقط لميسان القدرة الأمنية، خاصة للقوات حتى تسيطر على الوضع؟ إذا كانت الحكومة عاجزة، من اللي يقدر اليوم يبسط السيطرة الأمنية؟ أنت حبيبي، أنت اللي تقول حكومة، هاي مو حكومة. إذا رب البيت بالطبل ناقر. نعم. كمل أنت إذا رب البيت هو بالطبل ناقر، كيف الحاشية شو تكون؟ هاي ناس عصابات
ناس عصابات ماكو عيف عبد البرلمان في سبيل اخذ حصانه دبلوماسيه، اذا تهريب اذا تجاره اذا غيرها، اذا يمر بمال الشعب وقوت الشعب. يعني هو هذا المسؤول هو نفسه. نعم. تجي تصيح من برا مال فلان مسؤول، تجي فلان يسمو برا مال فلان مسؤول، هو الواقع به الشعب. اريد اسال سؤال بخصوص المدعين او مدعي المقاومه من هاي الميليشيات الموجوده اليوم اللي تقتل وتهجر وتحرق في سبيل الحصول على المنصب، ذولا وين عضلاتهم؟ وين عضلاتهم على تجار المخدرات؟ وين عضلاتهم على اللي يملكون سلاح يضاهي قوة الدولة؟ إذا كانوا هم مثل ما يقولون جزء من الدولة ولولاهم لانتهكت الأعراض ومن هالأسطوانة المشروخة، وين هم لعد على المحافظات وسط وجنوب العراق؟ يعني هو من العيقود من العيج المخدرات، هم الرؤوس مالاتهم، الرؤوس مالاتهم هم حاشا يحمون الرؤوس مالاتهم، هم حاشا يحمون الرئيس ماله، رئيس ماله منه، رئيس عصابة ماله منه، مافيات هذول مافيات. نعم. وهاي لا تقول مقاومة، مقاومة وقت الأمريكان وين كانوا؟ طبعا مو أنا اللي أقول يا أبو عبد الله، هم يقولون عن أنفسهم أنهم مقاومة، مقاومة احتلال يقولون. وأنا راح أقول على نفسي يا الله. نعم. أنت تصدق بيا؟ يما الشعب عيشوفهم، بس الشعب لا حول ولا قوة، لأن الشعب من يروح جو القفل، جو القفل من حق جو القفل. أنا أستغرب في الحلقات اللي نعرض بيها هاي القضايا اللي نشوف بيها انه هاي الميليشيات مختفية من الوجود بهاي القضايا، ويا اما هي تدعم تجار المخدرات يا اما واقفة على صفحة، ما نلاقي ذولا المتصلين اللي خابرونا يقولون السعودية والامارات وقطر، وينهم ذولا؟ ليش ما نسمعهم يشاركون ويانا يقولون لا انتم غلطانين، الميليشيات هاي هذا الحشد المقدس لا هو المفروض واقف وده يحمي، شو ما نسمع اصواتهم؟ ليش يجونا فقط على القضايا؟ شنو الحمار؟ نعم. عندك محافظة صلاح الدين أخذوا شبابها وأخذوا زلم أبياء ما عندهم كل شيء. نعم. فجروا بيوت، يقول لك والله داعش فجر، وينك ايش حكي؟ زين. نعم. داعش هو ابن إيران. داعش ابن الميليشيات. نعم. سيد داعش منو؟ سيد أبو عبد الله أشكر حضرتك، نعم وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك. عامر من كربلاء. تفضل يا عامر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخويا كل انتشار السلاح المنفلي بيد المتمردين هؤلاء والكل عمليات الفساد بكل أنواعها على يد هذه الميليشيات المتمردة. أي. ما زالت تتمرد بشكل كبير. وعلى وبشكل كبير، حتى انتشار المخدرات. نعم. وسرقة الآثار وسرقة النوط وكل شيء، ما بقي كل شيء في العراق إلا تحت على أيد هؤلاء المافيات ود المافيات لتلك العصابات الموالية إلى إيران. هؤلاء وبالتعاون مع الجيش الحكومي. الجيش الحكومي اللي يسمونه بالجيش العراقي والعراق وشعبه والخيرين به براء من هذا الجيش. والله العظيم هاي عصابات مذهبية. وجبة الله وكيف ما هي بسببها وبسبب هذه الميليشيات نشر الفوضى والسرقات والتهجير. لا بسببها هذا الجيش. وشكرا يا عامر من كربلاء. عبد العزيز من بغداد، تفضل يا عبد العزيز. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك، رحم الله والديك. بس اريد اعرف هاي ضعف الدولة اللي صارت من بعد 2003 لحد الآن، شنو هذا الضعف؟ شنو هذا اللي يعني ما أعرف شنو هاي الدولة اللي صارت لحد الآن بعد 2003 لحد الآن؟ ماكو دولة بالعالم كله. طيب أعطيني تفسيرك أنت شفتهمت من هذا الموضوع؟ ماكو هاي ميليشيات جودة يريدون يقتلون الشعب، ده يأخذون العراق يتقاسمون. صار اخطبوط على العراق كله، اخطبوط على العراق. نعم. يعني ماكو شيء والله العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل. سيد عبد العزيز، يعني اليوم لما نسمع انه قوة امنية دخلت الى محافظة ميسان لايقاف اندلاع لايقاف صراع مسلح بين عشيرتين، قامت وحدة من العشائر
بإطلاق النار والاشتباك مع القوة الأمنية حتى تمنعها من التدخل حتى تكمل العركة المسلحة بينها وبين عشيرة ثانية. شنو وصف هذا المشهد برأيك؟ يعني شوف أنت شوف دولة عراقي يحارب عراقي شوف لو على شنو لو على سيارة لو على متسب أو على متغلط شوف يعني هسه انت ما يقدرون مثلا يجتمعون بيناتهم ويحلوها بالسياسه وبالكلام الطيب، لا الا بالسلاح، تعلم العراق الا بالقوه، وفعلا هسه العراق ما يجي الا بالقوه، يعني الدوله انا اضرب دوله، انا اضرب جندي، انا اضرب ابو فرقه ذهبي، انا اضرب ابو الدفاع، ما يصير، ليش انا راح اعتبر هنا ارهابي صح لو غلط استاذ؟ هذا الكلام لما يكون اللي يعتدي على الدولة إرهابي ليش ما يطبق بكل العراق؟ ليش بمناطق ومناطق لا؟ على الفقير لا، هسه خلي يطبون على الفقير، هسه ما يقدرون على مال العمارة، ما يقدرون لها، ليش؟ لأن بها ناس تقاومهم يروحون بس على الفقراء، يعني ما يصير والله العظيم استاذنا حسبي الله ونعم الوكيل، ما عندنا بس غير كلمة حسبي الله ونعم الوكيل. شكرا سيد عبد العزيز من بغداد. أبو علي من لندن تفضل حياك الله. عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محافظة ميسان. أي. بيد ثلاثة. نعم. بيد الحرس اللاثوري الإيراني الإرهابي وهو يتحكم في محافظة ميسان وهو يجيب المخدرات ويجيب الموبقات من إيران. وبيد الاثنين الباقين التيار الصدري اللي هو يدعي على اساس هو الان يريد يشكل حكومه والعصائب، هاي المصائب كلها بين التيار الصدري وبين العصائب لكي يعني بين على مود النفوذ والسلطه والكراسي والاموال وتجار مخدرات وبالنسبه للدوله ماكو دوله، لانه مصطفى الكاظمي اول ما اجى اجى موافقه من هاي الميليشيات. نعم. الميليشيات قالوا له انت تريد تحكم كل شيء ما تحكي زين عليك تطيع، فهو جاي طيب اذا هو تعال احكم ولا تحكي، ليش يطلع يضحك على العراقيين وعلى نفسه؟ اولا هو ومحمد الحلبوسي وبرهم صالح الامن خط احمر، لن نسمح لاحد بانتهاك الوضع في العراق واثاره الفوضى. محمد الحلبوسي يقول اللي حيقرب من أمن محافظاتنا أزين شاربة وأكسر ظهره، والثاني يهدد ويصيح، ورئيس الجمهورية يحذر ويستنكر، وشنو بعدين؟ إيش سووا من هذه الوعود ومن هذه التهديدات؟ كل وعود كاذبة، وقاعد يتفرج أقاني إسماعيل أقاني ويتفرج خامنائي. الحكم بالعراق بيد خامنائي ويدز اسماعيل اقاني، وذولا كلهم قرقوزات امام ايران. نعم. ما على الشعب العراقي ان يثور. ديك انت تفضلت الاخ واحد متصل قال قلت له شنو الحل؟ اي الحل الشعب يثور. نعم. كافي انت ما تمل 14 سنه. نعم. ميليشيات عصابات مجرمين ايران محتله العراق. نعم. ما تمل انت ايش وقت غيرتك تقوم وتدافع على وطنك، تدافع على بيتك، على شرفك، على عرضك يا اخي، كافي عيب عليكم، قوموا. طيب. قوموا دافعوا على وطنكم. سيد ابو علي اكتفي وياك واشكرك لان الوقت قارب على الانتهاء. عندنا ابو علي من البصره اخر المتصلين، تفضل يا ابو علي حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ محمد العفو. حياك الله، بس نص صوت التلفزيون، نص صوت التلفزيون يا ابو علي. ان شاء الله. اي تفضل استاذ محمد. نعم. طبعا هذا كلام مو صحيح، احنا محتلين ايران هذا من المستحيل. احنا امريكا وراضين لاحتلالها. ما الاحتلال ايراني هذا من المستحيل ولا مقبول، وحقيقه اللي يتحدث في هذا الكلام انا في رايي مو عاقل يا اخي. يا استاذ محمد احنا نرفض كل احتلال من كل دوله، هذا بالنسبه للاتجاه الاول. والاتجاه الثاني قضيه العماره يا اخي. اي قضية العمارة هاي قضية عشائر وليس ميليشيات. أنا أقول لك أكو ميليشيات وحدة اللي قاعد تقتل بالعمارة، وأحترف لك بصراحة والله. طيب. وأتحدث لك بصراحة. هم الصدرية بالعمارة اللي يصكون بالناس.
طيب. هم المجرمين. شوف ابو علي صدريه ولا مو صدريه الحكومه وين؟ الحكومه وين؟ مو انا ما عندي وقت للجدال الطويل. الوقت انتهى. لا خليني اوصل لك بعد. والله حطيك الوقت بس انطيني سؤال اعطيني جواب. لا يا اخي ما عندي وقت. ما عندي وقت. الوقت باقي دقيقه واحده عندي بس سؤال. اذا هي ميليشيات بغض النظر منو هي او عشائر، الحكومه وين؟ الحكومه اي انا اقول لك اياها اليوم اللي تحكم بالعمره هي الصدريه يحكمون المحافظ تمام. صدري. وبعد عندي تعليق ثاني اذا تسمح لي استاذ محمد بسرعه لو سمحت. يعني احنا انت قبل شويه تقول وين اللي يقولون على المخدرات على السعوديه والامارات شلون ذاك اليوم في حديثنا السابق قلت لك المخدرات هي منتشره بالمنطقه العربيه وليس بالعراق فقط. طيب. المخدرات قلت لك موجوده بكل منطقتنا العربيه. أمين تدخل لنا احنا العراق عوفك من المنطقه العربيه العراق مين تجي المخدرات؟ ها سؤالك جميل بس ما تسالني انا تسال الاجهزه الامنيه. شكرا يا ابو علي شكرا. سالنا الاجهزه الامنيه بل هم اصلا جاوبونا بدون ما نسالهم. ومثل ما قلت لك رشيد فليح قائد شرطة البصرة الأسبق قال بالحرف الواحد وتصريحه موجود وراجع على اليوتيوب موجود قال بأنه 95% من المخدرات التي تدخل العراق عن طريق البصرة تأتي من إيران. طيب ونقطة إيران يعني موضوع الاحتلال الإيراني إيران هي التي تصرح وتقول بأنه بغداد واحدة من خمس عواصم مسيطر عليها ويقولون ويتحدثون عن تأسيسهم لجيوش تدافع عن الأمن القومي الإيراني في بغداد في لبنان في سوريا في اليمن وغيرها. يعني إيران بتصريحاتها هي التي تقول بأن العراق هو العمق للأمن القومي الإيراني وغيرها من هذه التصريحات التي تؤكد أو الحديقة الخلفية ومن هذه التصريحات التي تؤكد بأن العراق تابع من وجهة نظر إيران. روح تحاسب ويا المسؤولين الإيرانيين. قبل الختام ننوه ونذكر إلى أن قناة الرافدين مشاهدينا الكرام انتقلت للعمل بنظام بث HD وكما تشاهدون أمام حضراتكم نفس التردد 10727 أفقي على مدار القمر نايل سات. لمن يشاهد من خلال الآن عبر شاشة صغيرة نرجى منه إعادة ضبط جهاز الاستقبال مرة أخرى لكي يستقبل قناة الرافدين بنظام البث الجديد. شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.